الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هذا الدرس عظيم الفائدة، لأن فيه أمورا تتعلق بالتوحيد، ففيه إثبات أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، خالق الأجسام والأعمال، خالق الخير والشر، لا أحد يخلق شيئا من ذلك إلا الله تعالى. فقد قال الله تبارك وتعالى: هل من خالق غير الله؟ أعلمنا ربنا سبحانه وتعالى وأخبرنا في هذه الآية أنه هو الموجود الذي لا بداية لوجوده، وما سواه مخلوق حادث موجود بعد العدم، أي أن جميع ما سوى الله لم يكن موجودا ثم كان موجودا. والشيء يشمل الأجسام كالإنسان والأرض والنبات والعرش، مهما كان ذلك كبيرا أو صغيرا. أصغر الأجرام هو الذرة التي من صغرها لا تقبل الانقسام. ثم أكبر ما خلق الله تعالى من الأجرام، أي مساحة وامتدادا، هو العرش الذي وصفه الله تعالى في القرآن بالمجيد وبالكريم، وكل ذلك شيء. وكذلك كل ما يدخل في الوجود من حركة وسكون وتقلبات الخواطر والنيات والقصد، كل ذلك مخلوق لله، لأنه يقال له شيء. كذلك قراءة القارئ صفة من صفات القارئ ويقال لها شيء. كذلك يصح في اللغة أن يقال نويت شيئا، والشيء في لغة العرب يشمل كل ما دخل في الوجود. كل ما هو حادث من الأجسام والأجرام ومن الحركات والسكنات والنوايا يقال له شيء. كذلك يصح في اللغة أن يقال حدث في نفسي شيء إذا حدث له فكر جديد. وكذلك يصح لمن استحصل على مفاهيم أن يقول حصلت أشياء، يعني هذه المفاهيم التي جرت في قلبه، فكل هذا يقال له شيء. ليس الشيء الذي يرى بالعين فقط، بل هو الشيء الذي دخل في الوجود، وهذا هو الشيء الحادث الذي أراده الله تعالى بقوله الله خالق كل شيء. أراد بالشيء هذا كله، ليس المراد بالشيء الأجسام فقط. هذه الأشياء التي دخلت في الوجود تسمى شيئا، شيئا مخلوقا، وهذا المعنى هو المراد بقول الله تعالى الله خالق كل شيء، وبقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا معنى شيء في الآيتين وما أشبههما. فالعلوم التي تقع في قلوبنا هذا أيضا من الشيء الحادث الذي هو مخلوق لله تعالى، لا خالق له سوى الله، فالله لا يشاركه أحد في ذلك ولا يساهمه أحد. فالعبد وما يقوم به من الأعمال والحركات والسكنات والقصد والنية والفكر، كل ذلك ما وجد إلا بإيجاد الله تعالى وخلق الله له. فالأمر كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، قال: إذا كانت الأجسام مخلوقة لله فبالأولى أن تكون الأفعال مخلوقة لله. يعني إذا كنت بكل ما فيك مخلوقا لله لم تخلق شيئا من ذلك، فبالأولى أن تكون أعمالك مخلوقة لله. وفي ذلك قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ معناه لا خالق لشيء من الأشياء المذكورة إلا الله. فمن اعتقد خلاف ذلك فقال: نحن خلقنا الله ثم نحن نخلق أعمالنا إذا تحركنا قصدا، فقد كفر والعياذ بالله تعالى، لأنه كذب الله تعالى حيث أخبر في كتابه المبين القرآن الكريم بأنه لا خالق إلا الله. فإذا جادلكم إنسان في مسألة خلق الأفعال فافتحوا له سورة فاطر وأروه بعينه هذه الآية: هل من خالق غير الله؟ فإذا كان ممن يعتقد أن القرآن حق رجع عن قوله، وإن كان ممن لا يعتقد حقية القرآن
فإما أن يصر على عناده، وإما أن يسكت على غير اعتقاد. قال أهل السنة والجماعة الذين هم على معتقد الصحابة والتابعين لهم بإحسان: إن الله تعالى خلق أسباباً ومسببات، فجعل الأسباب يترتب عليها مسبباتها على حسب مشيئة الله، فما شاء الله تبارك وتعالى أن يحصل من المسببات عن هذه الأسباب التي وضعها الله لا بد أن يوجد بخلق الله. ليست الأسباب تخلق هذه المسببات التي تحدث بعد حدوث الأسباب، فهو تبارك وتعالى خلق النار وجعلها سبباً للإحراق، فالنار سبب والإحراق مسبب عن النار. الله ما جعل النار خالقة للإحراق، بل جعلها سبباً للإحراق. وكذلك جعل الخبز سبباً للشبع، وكذلك جعل الماء سبباً للري ولم يجعله خالقاً للري، وكذلك خلق الأمراض وخلق الأدوية وجعل الأدوية سبباً للعافية ولم يجعل الأدوية خالقة للعافية. ولأهل الحق على ذلك أدلة من جهة العقل ومن جهة المشاهدة والمحسوس. أما من جهة العقل فلأن هذه الأسباب التي منها النار والخبز والماء حادثة، ويستحيل عقلا أن يخلق الحادث حادثا آخر، لأن شرط خلق الشيء الإحاطة به علما، وأينا يحيط علما بتفاصيل أعمالنا؟ وهل النار لها علم حتى تحيط بما يتعلق بالشيء الذي تمسه فيحترق؟ لا علم للنار. كذلك الخبز ليس ذا حياة، لا يصح أن يتصف بالعلم لأنه ليس حيا، والخبز لا يحيط علما بآكله، فكيف يصح عقلا أن يخلق الشبع؟ هذا دليل أهل الحق من حيث العقل. وأما دليلهم من حيث المحسوس والمشاهدة فهو أننا نشاهد أشياء تمسها النار ولا تحترق ولا يحصل لها الإحراق، فلو كانت النار هي تخلق الإحراق لأحرقت جميع ما تمسه، لكنها لا تحرق جميع ما تمسه. هذه النعام تأكل الجمر الأحمر أكلاً متهنئة بأكله، ليست منزعجة ولا تحرقها ولا يحصل لها ضرر بذلك، وهي ليست حجرا. النعام ليست حجرا، بل هي مؤلفة من لحم ودم وروح. والإنسان وهذه البهائم يحصل لها الحرقة بالنار، وهي أيضا مركبة من لحم ودم وروح، فلو كانت النار تخلق الإحراق لأحرقت النعامة كما تحرقنا نحن. ثم مما ذكر متواترا سمعا أن إبراهيم الخليل عليه السلام رمي في نار عظيمة فلم يحترق بها ولا ثيابه، وإبراهيم بشر من البشر، فلو كانت تخلق الإحراق لأحرقته، لكنها لم تحرقه. وقد ثبت ذلك بالتواتر من عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، هذا الخبر ثبت بالتواتر. كذلك ثبت بالمشاهدة أن الخبز سبب للشبع، بحيث إذا ترك أكثر الناس الأكل إلى مدة عرفت في العادة أنه يحصل الهلاك لتارك الأكل، يعطب ذلك الإنسان، ومع ذلك لا يجوز أن يقال إن الخبز هو يخلق الشبع الذي يحفظ البدن من الهلاك. لا، لو كان الخبز يخلق حفظ الأبدان من الهلاك وكان تركه يخلق الجوع لم يوجد في هذا الكون أناس كثيرون لا يحصون عدداً عاشوا بلا أكل مدة خارجة عن حد العادة، فقد حصل فيما مضى قبل 700 عام، وظهر عدة أشخاص عاشوا بلا أكل زمانا طويلا، وهم أصحاء الأجسام والعقول. من ذلك امرأة ثبت بالتواتر في بلاد خوارزم أنها عاشت أكثر من 20 سنة لا تأكل ولا تشرب، وامتحنها عدد من الحكام، هذا حبسها 40 يوما، وهذا أكثر وهذا أقل، عدة مرات، ووضع عليها عدة نساء يراقبنها، فوجدنها لا تأكل ولا تشرب. فنعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، خالق الأجسام وخالق الأعمال،
خالق الخير وخالق الشر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على عقيدة الحق، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.